دعاؤه عليه السلام في الاستعاذة من البلايا ومذام الأخلاق: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوامح العيون علانيتي، وتقبح في خفيات القلوب سريرتي. اللهم فكما أسأت فأحسنت إلي، فإذا عدت فعد علي، فاعمرني بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه بما وسعت علي يا أرحم الراحمين. أعوذ بك من حياة غرضا وميتة مثلا ومنقلب ندما، يا مفزعي إذا أعيتني الحيل، يا من عفوه منتهى الأمل، وفقني لخير القول والعمل. أعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين فاجرة وحجة داحضة. وفي رواية أخرى: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في مرأى العيون علانيتي، وتقبح في خفيات القلوب سريرتي. اللهم كما أسأت فأحسنت إلي، فإذا عدت فعد علي، وارزقني مواساة من قدرت عليه بما وسعت علي. وفي رواية أخرى أيضا: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون علانيتي، وتقبح لك فيما أخلو سريرتي، محافظا على رياء الناس في نفسي، ومضيعا ما أنت مطلع عليه مني. أبدي للناس أحسن أمري، وأفضي إليك بأسوأ عملي، تقربا إلى الناس بحسناتي، وفرارا منهم إليك بسيئاتي، فيحل بي مقتك ويجب علي غضبك. أعوذ بالله من ذلك يا رب العالمين.